السلام عليكم البنات، معكم فاتن فاتيل. اليوم غنقدم لكم واحد الاكله بسيطه واي مبتدئه تعرف ديرها. غندير الضلوع يتفوروا بالورقه سيدنا موسى، القرنفل، الملحه، وهانتوما معايا حتى التقديم الاخرين، وتبعوا معايا مرحله بمرحله. وهانتوما معايا خوتي المشاهدين الكرام، والله يخطيكم عليا، وشكرا على ديك التعليق الزوينه بحالكم، وتشكركم بزاف، والله يخطيكم وعواشركم مبروكه بالصحه والتيسير ان شاء الله. وهانتوما معايا اخوتي المشاهدين الكرام، تبعوا معايا البنات. على بركة الله اخوتي المشاهدين الكرام، تنجيبو هذه الملحه على هذا الشكل، وتنكبوها على اللحم ديالنا. ثم من الداخل من برا، ثم ثم تنقبطو هاد القرنفل، تنديروه على هاد المنطر ولا المهم تنقبطو هاد القرنفل، تنتكوه بحال هاد الطريقة. انتوما معايا تكوه ولا تنقبطوه، حتى انا هذا كنديروه غير من الفوق ديال الكسكاس، تبقى لكم الاختيار. هانتوما معايا، بغيتو غير ديروه من الفوق تبقى لكم الاختيار، تنحطو هاد الكسكاس ها هو. هانتوما خوتي المشاهدين، درت هاد الطرف الاولي، درت عليه القرنفل غير من الفوق، لما بغيتوش تشكو تنديرو ورق تيدا موسى هنا ثلاثة، وتنزيدو الضلعة الثانية، تنزيدو عاوتاني الورق ديال القرنفل. هانتوما لما بغيتوش تشكوهم هكداك، وتنجيبو الورق تيدا موسى عاود في الطبقة الثانية، وتنديروهم في الكوكوط ديالنا. هانتوما ملي غيطيبو غنقدوهم عفوا غنقدموهم بالملحة والكمون. هانتوما هاهما في الكوكوط ديالنا العناصر، وغنقفل على الكوكوط ديالنا وتطيب حتى نهاية الطبق. وهانتوما معايا خوتي المشاهدين الكرام، نتمنى تكون خفيفة على القلوب ديالكم، ورأي إنسان يقدر يديرها طبق خفيف وفي البلاصة زعما في البلاصه كيطيب في الكوكوط وتيجي رائع. هانتوما معايا اخوتي المشاهدين، ايوا هانتوما اخوتي المشاهدين، رديتو تيتفور، قفلت عليه الكوكوط، قفلت عليه الكوكوط، تبعوا معايا حتى نهايه ان شاء الله الطبق. نتمنى نكون خفيفه عليكم وعلى القلوب ديالكم، والله يخطيكم عليا اخوتي المشاهدين الكرام، وتشكركم على داك التعليق الزوينه بحالكم، والله يخطيكم وتشكركم بزاف، وعواشركم مبروكه بالصحه والتيسير، والله يخطيكم وشكر كبير. ومرحبا بالناس الجداد معايا واللي الوالا واللي جداد دابا دخلوا معايا في القناه، وهلا يخطيكم خوتي المشاهدين الكرام. وهنا رديت اللحمه ديالنا تصور هي في الكوكوط، ايوا بلاتي غنوريكم التقديم ان شاء الله، وحاجه بسيطه ماشي زعما المبتدئات راهم زعما في البلاصه راه يعرفوا يديروا هاد زعما هاد الطريقه هكا. وهانتوما معايا حتى للنهايه ديال التقديم خوتي المشاهدين. هانتوما مشاهدي الكرام، درناها على هذا الشكل، تنجيبو هاد الشريدة تنديروها في الجنيب، تزيين بسيط، الناس البسطاء، تنجيو على هاد الشكل، تنزينو بهاد الشريدة، كل واحد تيدير طريقة التزيين كيما هو. الزيت والهبة، جيبو هاد باش نخورو سناب حاجة تكون بعدا كوطو، هانتوما تنجيبو هادو، هانتوما كليو تاد الزيتونات كاشر لي عندكم، المهم تيبقى لكم داكشي الاختيار ليلكم نتوما. وهاد الطريقة ديال التزيين تتبقى على الطريقة ديالكم، كل واحد تيدير لي بغا. هانتوما هانتوما معايا، تنزيدو عود الزيتون. هانتوما مشاهدي الكرام، هادي نهاية الطبق ديال اللحم مفور ديالنا على هاد الشكل، تنقدمو بالملح والكمون. وهذه الطريقة التزيين اللي زينتو به بالزيتون وشوية ديال
ديال الشلاضه في الجناب، وهو كي تيجي تيجي طايب رائع. نتمنى يكون خفيف على القلوب ديالكم، ما تنسوناش واحد اللايك فضلا ليس امرا. السلام عليكم مشاهدي الكرام. Thank you.